السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهاركم سعيد. اليوم إن شاء الله طبعا بسبب الطلب المتزايد على الوحدة الثالثة، هذه الوحدة الثالثة والمربع الثالث من المربعات اللي فيها إمكانية إنها تكبر لك بطانية صوفي. أنا سويت مربعات جاك وليديا في الجزء 19 خلاص، وقلت لكم في المربع الثالث وحطيت لكم رابطه. كثير بنات قالوا لي المربع الثالث يا ريت تسويه وإنه هو شكله أحلى، وفعلا سويته وشكله جدا جميل. وليا يعني له خطة ترى على فكرة، يعني استنوا فيديو جديد حتشوفوا أنا ححول هذا المربع لإيش، حتتفاجئوا باللي حسويه خلاص. تشويق تشويق. عموما المربع هذا ما هو من تصميم ديدري إيس، يكون في بالكم المربع هذا اسمه خلاص مربع حديقة زهرة ديدري خلاص. المربع من تصميم واحدة اسمها بيني ديفيس، سوته عشان يعني كنوع من نوع أنواع الشكر والعرفان والتقدير لديدري واللي سوته في صوفي، فهي ساهمت وسوت لها هذا المربع وقالت لها هي استخدمت هذا المربع في بطانيتها عشان تكبرها أو في صوفي حقتها عشان تكبرها. اللي ما هي عارفة صوفي، صوفي عبارة عن مفرش كبير مكون من 18 جزء أساسي، وبعدين عندك 19 20 21 لأجزاء زائدة على أساس أنك أنت في مجال تكبريها خلاص. أتمنى فعلا أنه الجزء هذا، طبعا أنا الخيوط استخدمتها نفس الخيوط اللي هي الريد هارت، أتمنى أنه يعجبكم، تعجبكم الوحدة هذه وتنال على إعجابكم. إذا عجبتكم أدوني خبر وقولوا لي إيش رأيكم، وهل حتستخدموها مع صوفي ولا حتشتغلوا فيها بشيء تاني أو لا. ما أطول عليكم، أسيبكم للدرس. طيب عشان نبدأ الدور الأول في الوحدة إن شاء الله هستخدم اللون البيرفكت بينك، طبعا هستخدم خيوط ريد هارت لأنه هي تكملة، بس اللي حابة تغير تقدري تستخدمي أي نوع خيوط عشان تعملي الوحدة هذه، ما هي مشكلة خلاص. هستخدم اللون البيرفكت بينك في الدور الأول، وهستخدم صنارة مقاس 5.5 خلاص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الدور الأول. هتعملي ماجيك رينج أو دائرة سحرية. عشان تعملي الدائرة السحرية أو الماجيك رينج، تاخدي طرف الخيط بدي الطريقة تلفيه على أصبعك مرتين. أعرف البنات اللي يلفوا مرة واحدة بيشتكوا دائما إنه المرة الواحدة هذه بتنفك بعد فترة أو تنفرط من المنتصف، فأنا أفضل إنه أنت تلفيها مرتين بدي الطريقة خلاص. دخل الصنارة حقتك وتسحب الخيط من الدائرتين، حتى كمان نعمل لكم هي شوية كبيرة عشان تبان معاكم بدي الطريقة. شايفة؟ تسحبي الخيط من النص وتقفلي بدي الطريقة، شديها خلاص. صار عندك ديل الخيط ولفتين خيط، هتشتغلي ثلاث سلاسل، 1 2 3، وهذا يعتبر أول عمود بالنسبة لك. هتعملي 11 عمود في الدائرة السحرية حقتك، 1 2 3 11 خلاص. عشان تقفل الدائرة السحرية حقتك في خطوة لازم تتبعي أو خطوات تتبعيها. انتبهي الآن عندك الديل، حتسحبي الديل بشويش وتشوفي في عندك طبعا لفتين مظبوط، حتسحبي الديل وتشوفي أي من اللفتين اللي بيتحرك لو ملاحظة. أنا عندي هذا الخيط، هتسحب الخيط وتضيقي من الناحية اللي خارج منها الديل. هيا بعد لك ده كده عشان يبان. هتسحب الخيط اللي قصر من الناحية اللي خارج منها الديل، غير كده ما حتنقفل معاكي، ولو انقفلت حتكون قفلة خطأ وممكن تنفرط. من تسحبيه، شايفة كيف أنا بسحب من الناحية اللي خارج منها طرف الديل كده.
حتلاحظي انه اللفة الثانية هي اللي حتضيق وتكفل، وهذا اللي انت تبغي. خلاص، بعد كده امسك الديل واسحبيه وكده حتلاقيها انقفلت، ما حتنفك معاكي نهائيا. شايفة؟ ما حتنفرد، خلاص مشدودة تماما اهي. بعدين تمسك الخيط هذا طبعا وحتخفيه من الخلف، تاخدي لفة وترجعي تاخدي اللفة بالعكس عشان تضمني انها ما تنفك معاكي. الان حتقفلي بمنزلقة. خلاص، في ثالث سلسلة من فوق. طيب، انا ما حقفل، انا حانهي عشان ابغى اغير اللون، فحوريك طريقه الانهاء. انا سويت الطريقه هذه قبل كده في فيديو، حتلاقيه هنا عند حرف الاي، فيديو منفصل، بس حسوي لكم هي الان. حتقصي قبل ما تنهي بمنزلقه، هذه الطريقه يسموها طريقه الاخفاء الذكي او الاخفاء طريقه المنزلقه الكذابه او اي حاجه، يعني invisible join اللي هو التشبيك، انه انت تنهي تعملي تشبكي بمنزلقه، بس طريقه التشبيك حلوه ما هي باينه، لانه التشبيك بالمنزلقات عاده يسيب لك في النهايه زي العقده صغيره، وهذا شيء مو حلو. حتقصي الخيط وترفعي بدي الطريقه، تسحب الخيط من الغرزه، هتدخلي الخيط في الإبرة. الآن أنت تبي تشبكي بمنزلقة في أول في الثلاث سلاسل الأولانية اللي هنا، تقومي تدخلي الإبرة تحت عين الغرزة التالية من قدام لورا وتسحبي. خلاص، بعد كده حتدخلي الإبرة مرة تانية في العين اللي خارج منها الخيط اللي أنهيتي منها، في الغرزة اللي أنهيتي منها. خلاص، حتدخليها بدي الطريقة، وبعدين ترجعي تدخلي الإبرة في العين تبع الغرزة اللي أنت تبغي تشبكي فيها بمنزلقة. أنا بالنسبة لي هذه ثالث سلسلة من سلاسل البداية. كده أنت أنشأتي غرزة كذابة، شايفينها؟ هذه الغرزة الكذابة فوق الثلاث سلاسل. هتلاحظ ان الشغل نظيف، ولا هو باين انت فين انهيتي ولا فين بدأتي. هتاخدي الابرة على ورا وتبدأي تخفي رايح جاي الخيط. اذا اخفيتي كده كم غرزة من هنا، ارجعي اخفي كم غرزة من هنا جاي. شايفين؟ خلاص كده تضمني انه ما تنفك. امسكي ديل البداية وكمان اخفيه، انا احب اخفيه على الناحية التانية. اخذ بلفه كامله كده. خلاص انا اضمن كده انه الخيط ما حينفك والدائره السحريه ما حتنفك ولا شيء عندي حينفك. طيب، هذا بالنسبه للدور الاول. بنهايه الدور الاول المفروض يكون عندك 12 عمود في الدائره السحريه حقتك. الدور الثاني هشتغل فيه باللون الروج، باللون الروج. طيب، الآن حنشتغل في اللفات أو الغرز الخلفية لكل غرزة. بتقول لك أشبكي بنص عمود واقف في اللفة الخلفية لأي غرزة موجودة عندك. خلاص، هذا الدور الثاني. طبعا عندك الاختيار، اما انه انت تطلعي ثلاث سلسلتين وتعتبريها اول نص عمود، واما انه انت تشبكي بعمود واقف، العمود الواقف اللي هي بدي الطريقه. خلاص، مو عمود، نص عمود عفوا، في اللفه الخلفيه حتشبكي لاي غرزه. خلاص، حتعملي نص عمود اخر في نفس اللفه الخلفيه لنفس الغرزه، لانه طبعا انت بتشتغلي دحين الدور الثاني، حتبداي تعملي تزايد. حتعملي اثنين نص عمود في كل غرزه من الغرز التاليه، طبعا في اللفه الخلفيه برضو، يعني في كل لفه خلفيه حتعملي اثنين نص عمود. وانتوا لو ملاحظين انا ماسكه الديل وبشتغل فوقه مره واحده، خلاص عشان يساعدني يخفيه مره واحده.
خلاص في كل غرزة من الغرز ال 11 الباقية تعملي 2 نص عمود في اللفة الخلفية داير ما يدور. كده خلصنا الدور، نفس الحكاية حتنهي وحتقفلي بالطريقة اللي تبيها. إذا كنتي تبي تستخدمي نفس اللون لا تقصي الخيط، أنهي بمنزلقة في أول نص عمود سويتيه. إذا كنتي حتستخدمي لون جديد، إما أنه أنت تنهي بمنزلقة وتخفي بطريقة الإخفاء اللي تبغيها، المهم أنه أنت تنهي الخيط وتستعدي للدور اللي بعده. بنهاية الدور الثاني المفروض يكون عندك 24 نص عمود. الآن الدور الثالث هستخدم فيه اللون التركوا، خلاص. إذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتشتغلي نص عمود وعمود في الغرزة التالية من الغرزة اللي أنهيتي عندها منزلقة، وبعدين تشتغلي عمود نص عمود في الغرزة اللي بعدها. إذا كنت هتشتغلي بلون جديد خلاص هتشبكي بمنزلقة في أي غرزة تبغيها، طيب هنشبك في منزلقة، وعادة تكون اللي هو نص العمود الأول من التزايد. يعني أنت عندك دحين، أنا عندي هنا في دي الغرزة في عندي 2 نص عمود، صح؟ النص العمود الأول هشبك فيه بمنزلقة، بعد كده هتعملي نص عمود وعمود في الغرزة التالية في اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها هتعملي نص عمود وعمود في نفس الغرزة، خلاص. هتعملي بعد كده عمود ونص عمود في الغرزة اللي بعدها، هذه الغرزة اللي بعدها عمود ونص عمود في نفس الغرزة بس اللي بعدها، يعني صار عندك منزلقة في الغرزة الأولى، نص عمود عمود في الغرزة اللي بعدها، عمود نص عمود في الغرزة اللي بعدها. الآن في تكرار، هتعملي منزلقة في الغرزة التالية، هتشتغلي نص عمود وعمود في الغرزة اللي بعدها، هتشتغلي عمود ونص عمود في الغرزة اللي بعدها. هتكرري هذه الثلاث الحاجات داير ما يدور، خلاص. كده هتخلصي، هتنهي الدور طبعا بمنزلقة في أول منزلقة سويتيها، خلاص، وتقصي وتخفي النهايات. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 40 غرزة بما فيها في العدلة، عديت بال40 اللي هي المنزلقات اللي ما بين البتلات. هذه البتلات مكونة من 16 عمود، 16 نص عمود، والمنزلقات 8 منزلقات ما بين كل بتلة وبتلة، خلاص. الدور الرابع هشتغله بلون البيبي بينك، خلاص، اللي هو ده اللون الخفيف الفاتح الوردي الفاتح. هتشبكي ب اما منزلقة وتطلعي السلسلة وتعملي حشو، واما تشتغلي بحشو واقف على طول في تاني عمود من اي بتلة. انا عندي هذه البتلة، خلينا نشوف بتلة ما خلصت ما وقفنا عندها، هنا عندي هذه البتلة، خلاص. عندك نص عمود 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 نص عمود، تاني عمود هتعملي حشو واقف، خلاص. الآن يبدأ تكرار، هتعملي 3 سلاسل، 1 2 3، هتعملي غرزة منتفخة، خلاص، 4 سلاسل غرزة منتفخة بين
العمودين التاليين في البتلة التالية، هذه البتلة التالية بين العمودين تبعديهم كده عن بعض، بينهم هتعملي التالي، هذا التالي اللي هي تسوي لك الزاوية، هتعملي زاوية مكونة من غرزة منتفخة. كيف الغرزة المنتفخة؟ هتلفي الخيط وتدخليه في الغرزة المكان ما تبي تسوي الغرزة المنتفخة، في هذه الحالة ما بين العمودين تبع الغرزة أو البتلة التالية، تلفي وتسحبي، صار عندك ثلاث لفات على الخيط، تلفي وتسحبي من لفتين، تلفي وتدخل الصنارة وتلفي وتسحبي، صار عندك أربع لفات، تلفي وتسحبي، صار عندك ثلاث لفات، تلفي وتدخل الصنارة تلفي وتسحبي، عندك خمسة لفات، تلفي وتسحبي، صار عندك أربع لفات على الصنارة. خلاص، آخر حاجة لما يتبقى لك الأربعة هذه هتلفي وتسحبي من الأربع اللفات اللي موجودة عندك. خلاص، هتعملي أربع سلاسل، هترجعي تعملي أربع هترجعي تعملي غرزة منتفخة تانية في نفس المكان اللي هو هايدا تاني، تلفي الصنارة الخيط على الصنارة وتدخليه في الغرزة المطلوبة انك انت تسوي فيها. خلاص، هتلفي الخيط وتسحبي، هيصير عندك ثلاث لفات، هتلفي الخيط وتسحبي، يتبقى لك من لفتين يتبقى لك لفتين. خلاص، هترجعي تلفي الخيط على الصنارة وتدخلي في نفس الغرزة، هتلفي الخيط وتسحبي، الان عندك اربعة غرز او اربع لفات على الصنارة، هتلفي وتسحبي من لفتين يتبقى لك ثلاث لفات، هترجعي تاني تلفي خلاص وتحطي الغرزة الصنارة في الغرزة وتلفي وتسحبي، عندك الآن خمسة لفات على الصنارة، هتلفي وتسحبي من لفتين كأنك بتسوي تناقص لثلاثة أعمدة، نفس الحكاية. خلاص، بس إنه التناقص كله كان في نفس المكان، هتلفي وتسحبي من الأربع اللفات اللي باقي عندك. بعد كده هتعملي ثلاث سلاسل. خلاص، طبعا هذه زاوية هتكون أول زاوية عندك، هتعملي ثلاث سلاسل، هتعملي حشو في العمودين التاليين من البتلة التالية، هذه البتلة التالية ففي العمودين هتعملي حشو، هنا واحدة وهنا واحدة. خلاص، هتكرري ده الكلام اللي هو ثلاث سلاسل، زاوية اللي هي غرزة منتفخة، أربع سلاسل غرزة منتفخة فين؟ في بين العمودين في البتلة التالية، ثلاث سلاسل بعدين تعملي حشو في العمودين اللي في البتلة اللي بعدها، هتكرري داير ما يدور، هتنهي بس بواحد حشو لأنك أنت بدأتي بواحد حشو. خلاص، وتقفلي الدور. بنهاية الدور الرابع المفروض يكون عندك 16 غرزة. خلاص، وثمانية فراغات بثلاث سلاسل، وأربع فراغات بأربع سلاسل في الزوايا. الستاشر غرزة مكونة من ثمانية غرز منتفخة اللي هي بوبل ستيتش وثمانية حشو. خلاص، الآن الدور اللي بعده في عندك اختيار انه انت تستخدمي نفس اللون هذا او تستخدمي لون جديد، انا هستخدم لون جديد اللي هو اللون اللايت بلو. طيب، الآن حتشبكي بعمود واقف في اي فراغ من فراغات الاربع السلاسل في الزوايا. بسم الله، عمود واقف او تشبكي بمنزلقة. خلاص، وتطلعي ثلاث سلاسل وتعتبري اول عمود، هتعملي عمود اخر، سلسلتين عمودين في نفس فراغ الاربعة السلاسل، وهذا اول زاوية عندك. الان هتشتغلي هيبدأ تكرار، هتعملي بريد امامي خلاص حوالين غرزة المنتفخة التالية،
واللي ما تعرف كيف سوينا البريد الأمامي، البريد الأمامي اللي هو عبارة عن عمود لكن جاي حوالين، يجيكي أمامي في الجهة الأمامية حول الجسم أو جسد الغرزة التالية اللي أنت تبي تشتغلي حوالينها. فأنت حتدخل الصنارة من الأمام إلى الخلف للأمام، حتسحب الخيط وتطلعي. لو تلاحظي صارت الصنارة فين؟ في أمام الغرزة، عشان كده سموه بريد أمامي أو عمود أمامي. وتشتغلي تكملي بقية عمودك عادي، تلف الخيط وتسحبي من لفتين وتلفي وتسحبي من لفتين، خلاص. بعد كده حتعملي 3 سلاسل، وهي بتقول لك بتقترح عليكي ديدري، لانه طبعا زي ما قلت لك انه ده تصميم ما هو من تصميم ادري ديدري. فاللي صممت اظن اسمها بيني كانت عامله انه هي تعملي 3 سلاسل. ديدري بتقترح تقول لك اعمليها 4 سلاسل بدل 3 سلاسل عشان يسهل عليكي في عمل الوردات في الدور اللي بعد. وانا حامشي على اقتراح ديدري، حسوي 4 سلاسل. حتتجاهلي الـ3 السلاسل اللي عندك هنا، حتعملي عمود في الغرزتين الحشو التالية، هذا عمود وهذا عمود، حتعملي 3 سلاسل، واللي زي ما قلت لك تعملي بدالها 4 كاقتراح انه يسهل عليك الشغل، وانا هعمل 4. حتتجاهلي الـ3 السلاسل التالية، حتعملي بريد امامي حوالين غرزة المنتفخة التالية، بعد كده حتعملي زاوية فراغ الـ4 سلاسل التالي اللي هو عمودين، سلسلتين، عمودين. وترجعي تكرري من أول ما بدأنا، داير ما يدور وتنهي بمنزلقة، خلاص. ولا تنسي هو في الباترون الأصلي هي مسوية 3 سلاسل ما بين كل بريد أمامي والتاني، بس ديدري إيس بتقول لك سويها 4 سلاسل كاقتراح، يفضل على أساس إنه أولا ينفرد الشغل، ثانيا ما ينضغط، ثالثا يسهل عليك لما تيجي تعملي الوردات فيها، خلاص. فأنا حكمل وحرجع لك. بنهاية الدور الخامس المفروض يكون عندك 24 عمود، 8 بريد أمامي و8 فراغات بـ4 سلاسل و4 فراغات بسلسلتين في الزوايا. الدور السادس الآن هستخدم فيه اللون التيليف اللي هو الأخضر، خلاص. عشان تشتغلي الدور السادس هتشبكي خيط جديد، تعملي حشو واقف في أي فراغ من فراغات سلسلتين في الزوايا، حشو واقف، هتعملي حشو آخر سلسلتين حشو في نفس فراغ السلسلتين، 2 حشو عفوا، يعني يصير 2 حشو سلسلتين 2 حشو. هذه أول زاوية عندك. طيب الآن في تكرار، هتعملي حشو في الـ3 الغرز التالية، واحد 2 3، خلاص. الآن حتعملي أوراق شجر أو ورقتين شجر. كيف حتعمليها؟ حتشتغلي أمام فراغ السلاسل اللي من الـ5، تبعدي على ورا وتاخدي فراغ الـ3 السلاسل اللي تحته من الـ4، وحتشتغلي فيها أوراق الشجر. كيف تعملي أوراق الشجر؟ بس خلوني أقص هذا، ماني مستفيدة منه عشان لا يضايقني. طيب كيف حتعملي ورق الشجر؟ حتدفي الـ4 السلاسل اللي من الـ5 على ورا وتشتغلي قدامها، تاخدي
الثلاثة السلاسل اللي تحتها من الدور 4 وتشتغلي فيها. هتعملي غرزة منتفخة أول شيء في فراغ الثلاث سلاسل، والغرزة المنتفخة شرحتها في الدور 4 خلاص زي ما انت شايفة الفراغ الأربع سلاسل من الدور الخامس سبته. هتعملي 5 سلاسل، 3 4 5، هتشتغلي منتفخة أخرى في نفس الفراغ من الدور الرابع. خلاص بعد كده هتعملي حشو في حشو في الغرزتين التالية من الدور الخامس. صار عندك الشغل كده، هذه الأوراق الشجر مشغولة تحت في الدور الرابع، وراهم فراغ السلاسل اللي من الدور الخامس متروك لحاله. هترجعي تعملي أوراق شجر مرة تانية في فراغ الثلاث سلاسل اللي من الدور الرابع، وتتركي فراغ الأربع سلاسل من الدور الخامس على الخلف تشتغلي قدامه. يعني نعمل تاني غرزة منتفخة، خمسة سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة منتفخة أخرى في نفس الفراغ. هتعملي حشو في الثلاثة الغرز التالية أو الأعمدة التالية. هتعملي زاوية فراغ سلسلتين في الزاوية اللي هي 2 حشو، سلسلتين 2 حشو. هتكملي دالفة الكلام مرة تانية، هتكرري داير ما يدور وتنهي بمنزلقة وتقص الخيط وتخفي النهايات. أنا هكمل وهرجع لك. بنهاية الدور السادس المفروض يكون عندك 48 حشو، 8 أوراق شجر. كل ورقة شجر مكونة من غرزتين منتفخة وخمسة فراغات فراغ بخمسة سلاسل، ويكون عندك كمان 4 فراغات بسلسلتين في الزوايا. هذا شكل القطعة من الأمام. أقلبي من الخلف بس أباكي تتأكدي إنه الفراغات اللي من الدور الخامس، فراغات السلاسل من الدور الخامس باينة، شايفتها 2 في كل ضلع. إذا ما كانت عندك هذه الفراغات معناته إنه أنت اشتغلتي فوقها، هتفكي الشغل وتعيدي تاني. لازم 2 في كل ضلع تكون واضحة. الآن الدور اللي بعده اللي هو الدور السابع هشتغل باللون اللايت راسبيري، وهذا الدور هنشتغل فيه الورود، نفس الورود اللي اشتغلناها في الجزء السابع في صوفي. خلاص نفس الكونسبت أو نفس المبدأ. طيب عشان تبدأ الدور هتشبكي بنص عمود في أي فراغ بسلسلتين في أي زاوية، تعمل النص عمود واقف، سلسلتين، نص عمود تاني في نفس فراغ الزاوية. هذه أول زاوية عندك. هتتجاهلي أول غرزة، طيب هتعملي نص عمود في كل حشو من الحشو الأربعة التالي. من هنا التكرار يبدأ، إنه أنت تتجاهلي هذه الغرزة وبعدين تعملي نص عمود في الأربعة الحشو التالي. 2 هذا 3 وهذا 4. خلاص بعد كده هنعمل وردة في فراغات الأربعة والخمسة السلاسل التالية بالطريقة هذه. هتسحبي فراغ الخمسة أو عفوا الأربع السلاسل اللي تركتيها من الدور الخامس، طيب من فراغ الخمسة السلاسل اللي تركتيه من الدور السادس. هذا فراغ الخمسة السلاسل حق أوراق الشجر صحيح. هتسحبي في النص من بينهم
فراغ الأربع سلاسل اللي تركتيه من الدور الخامس، وحتشتغلي في هذا الفراغ. إيش حتشتغلي؟ حتشتغلي 2 حشو، 1 2، شايفين 2 حشو، 3 نص عمود. هو المكان شوية ضيق بس مو مشكلة، دف الغرز على بعض. 1 2 3، 3 أعمدة. 1 2 3، خلاص. الآن هتاخدي الصنارة على ورق دي الطريقة، طيب، وتروحي الأول حشو سويتيه وتدخل الصنارة فيلو وتقفلي بمنزلقة. لا عفوا، هذا مو أول حشو، هنا أول حشو، شايفينه؟ هعيد تاني. كأنك تبي تعملي بوب كورن أو غرزة فشار، لكن ما تخرجي الصنارة من آخر غرزة، وانتي زي ما هي تسحبيها بدي الطريقة على ورق تطبقيها. تدخلي راس الصنارة في أول حشو عندك وتنهي بمنزلقة، تقفلي الوردة حقتك بمنزلقة. صار عندك وردتك بهذه الطريقة، شايفين؟ زي البوق. طيب بعد كده هتسوي ظهر الوردة من خلفها، هتعملي حشو في فراغ الخمسة السلاسل اللي من الدور 6 اللي هو في الفراغ الأخضر حق ورق الشجر. هتعملي فيلو حشو نص عمود، 3 أعمدة، 1 2 3، نص عمود. وعشان تنهي الوردة حقتك هتعملي حشو في الأربع السلاسل اللي من الدور 5 اللي دوبك اشتغلتي فيها الوردة المكورة نفسها. هتسحبي كده الوردة، شايفة الفراغ اللي من هنا اللي باللون الأزرق؟ هتشتغلي فيها حشو. هذا صار شكل الوردة حقتك، شايفين؟ بعد كده هتعملي نص عمود في الغرزتين التالية. طبعا المنتفخات حقت ورق الشجر ما تشتغلي فيهم، الغرزتين التالية اللي هي أقصد بها الحشو اللي ما بين أوراق الشجر هتعملي فيها كل واحدة نص عمود. خلاص هترجعي تعملي زهرة أو وردة في بين ورق الشجر التالي. هعيد لك هو مرة تانية، وهذه المرة هقرب عشان تخلي بالك. الخمسة السلاسل اللي ما بين أوراق الشجر هتدفيه على ورق، وفي النص تسحبي الأربع السلاسل اللي من الدور 5 على قدام وتشتغلي فيهم. هتبدأ تشتغلي أول جزء من الوردة، 2 حشو، 3 نص عمود، 1 2 3، 3 أعمدة، 1 2 3. هتقفلي الوردة حقتك كأنك بتسوي فشار، بس ما تسحب الصنارة من نفس الوردة أو من نفس آخر غرزة. لا، كيف هتسوي؟ هتجيبيها على قدام، على قدام كده تلفيها وتجيبيها على قدام، تدخلي الصنارة في أول حشو سويتيه في أول غرزة حشو وتنهي بمنزلقة. هذا صار شكلها. الآن في فراغ الخمسة السلاسل من الدور 6 اللي هو الفراغ اللي باللون الأخضر، السلاسل اللي باللون الأخضر اللي ما بين ورق الشجر، هتشتغلي فيها حشو، خلاص، نص عمود، 3 أعمدة،
اثنين ثلاثة نص عمود. وعشان تنهي وردتك بدل ما هي كده مفتوحة هترجع تعملي حشو في فراغ الأربع السلاسل اللي من الدور خمسة، اللي هو الفراغ اللي باللون الأزرق. أنا بالنسبة لي مكان ما سويت الجزء الأول من الوردة هتشتغلي فيه بدي الطريقة حشو. معلي أنا عارف إنه هو الشغل شوية ضيق، بس هذه هي طريقة الوردة. خلاص بعد كده هتعملي هذه هتتجاهلي طبعا ورد الغرزة المنتفخة اللي هي ورقة الشجر، هتتجاهلي الحشو اللي بعده على طول. شايفة الحشو ده اللي كان موجود في البريد الأمامي، هتتجاهلي. هتشتغلي نص عمود في الآخر أربعة حشو عندك قبل فراغ الزاوية. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وفراغ الزاوية هتعملي زاوية اللي هي نص عمود سلسلتين نص عمود. هذا صار شكلها. هتكملي داير ما يدور طيب وتنهي بمنزلقة. هكمل الدور هذا وارجع لك. طيب بنهاية الدور السابع المفروض يكون عندك 48 نص عمود، 8 وردات واربع فراغات بسلسلتين في الزوايا. الان الدور الثامن حيكون ان شاء الله اخر دور هستخدم فيه اللون اللايت بلو الازرق الفاتح. خلاص هتشبكي وتعملي عمود واقف في اي فراغ من فراغات الزاوية. بسم الله نبدأ. هتعملي عمود تاني سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، وهذه أول زاوية. خلاص الآن ابدأ تكرار الضلع الواحد. يقولك انتبهي لا تنسي انك ما تشتغلي في اول غرزة، حتى اول غرزة اشتغلي فيها انتبهي خلي بالك. هتعملي عمود في الخمس الغرز التالية. شايفة عين اول غرزة شوية تكون مخفية، لازم تبعدي الزاوية. شوفيها هنا شايفة عينها، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خلاص هتشتغلي من خلف الوردة طيب. وددري بتقول لك انه تقترح عليك انك تشتغلي تعمليها غرز خلفية. خلاص هتشتغلي في هذا الجزء، الجزء الخلفي للوردة هتشتغليها كلها غرز خلفية. هتعملي نص عمود خلفي في اول نص عمود. دحين احنا هنا عندك هذا النص عمود، هنا في حشو، هذا النص عمود هتعملي فيه نص عمود خلفي. خلاص هتعملي حشو في العمود اللي في النص. عندك دحين ثلاث أعمدة صح؟ في العمود اللي في النص هتعملي حشو خلفي. بدي الطريقة بعد كده هتعملي نص عمود خلفي في آخر نص عمود. أنا عندي آخر نص عمود اللي هو هنا شايفته، هذه آخر حشو اللي قفلنا بها الوردة. هذا النص العمود اللي هنا هتعملي فيه نص عمود خلفي بهذه الطريقة. خلاص
هتعملي عمود في الغرزتين النص عمود التالية، هذه النص عمود اللي هنا اللي ما بين الوردتين هتعملي فيها كل واحدة عمود، هذا عمود وهذا عمود. بعد كده هتشتغلي في او خلف الوردة اللي بعدها، هتعملي نص عمود في النص العمود الاول، طبعا نص عمود خلفي يفضل. حشو خلفي في العمود اللي في المنتصف، الحين عندك ثلاثة أعمدة، واحد اثنين ثلاثة، ثاني عمود هتعملي فيه حشو خلفي. نص عمود خلفي في النص العمود الأخير من الوردة. شايفين؟ بعد كده هتعملي عمود في الخمس الغرز الأخيرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بعد كده هتعملي زاوية في فراغ السلسلتين اللي هي اثنين نص اثنين عمود، واحد، اثنين، سلسلتين، اثنين عمود. هتكرري ده الكلام داير ما يدور، وتنهي بمنزلقة وتقص الخيط وتخفي النهايات. هذا شكلها صار، هاي شايفة كيف شكلها؟ هكمل وارجع لك. كده انا انهيت الدور الاخير. بنهاية الدور الثامن المفروض يكون عندك 88 غرزة اللي هي 64 عمود، 16 نص عمود و8 حشو. طبعا ال 64 عمود و16 نص عمود وال8 الحشو اللي يكونوا موجودين، او عفوا ال 16 نص عمود خلفي و8 حشو خلفي، خلاص، واربع فراغات بسلسلتين في الزوايا. كده نكون خلصنا المربع والوحدة، هذه جدا جميلة وجدا لطيف شكلها. أتمنى أنها تكون عجبتكم. إذا عجبتكم إذا عجبكم الفيديو عجبكم الشرح، سووا لي لايك للفيديو. إذا كنتوا جديدين على القناة أهلا وسهلا فيكم، أتمنى أنكم تشاركوا، أضغطوا على الإزرار الأحمر اللي تحت جنب اسم القناة عشان تشتركوا ويوصلكم دائما تنبيه بالفيديوهات الجديدة. نهاركم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.